اتكلم برضو مع حضراتكم مع سهام على المباراه يوم الاربعاء، مباراه النادي الاهلي في انطلاقه مشوار ان شاء الله مشوار جديد للحصول على العشره. زي ما قلنا وهاخد من كلام رئيس النادي سوني ديب، قال طبعا هو احترام كبير لاقامه النادي الاهلي على مستوى اللعيبه على مستوى التاريخ، ولكن هو في امل انه يحقق مفاجاه، وبيوصل دوت بمنتخب النيجر لما كان موجود منتخب مصر في النيجر ويمكن خسر 1-0، وكان منتخب مصر كل العمالقه كان عصام الحضري موجود، وائل جمعه، بنتكلم على عماد متعب، شوقي، فكانت يمكن بالنسبه لهم فاكرين بالظبط هذه المباراه، وعندهم امل ان سوني ديب يحقق نتيجه ممكن تكون مفاجاه، لكن ان شاء الله زي ما اتكلمنا على مستوى التحضيرات النادي الاهلي بيمشي بخطى ثابته جدا، على مستوى كمان اللعيبه احنا عارفين سهام غياب عمرو السوليه وقفشه ورامي ربيعه، طبعا اكيد دي اسماء كبيره واسماء مؤثره، لكن دايما المفاجآت يمكن الحزينه شويه بيليها مفاجآت سعيده ممكن جدا، واعتقد كل النادي كل الفرقه الموجوده هناك على المستوى الفني مش هيقلوا كتير عن عمرو السوليه، عندنا حمدي فتحي، عندنا اليو ديانج بيسد بشكل اكتر من رائع، عندنا دلوقتي كمان بدر بانون اللي بيظهر بشكل اكتر من رائع، شفنا كمان ياسر ابراهيم دخل يمكن في المباراه الاخيره كيفن دخله اخر 5 دقائق بيقول له انت مش بعيد، فكل الامور ديت ان شاء الله يعني مع فوارق طبعا التاريخ، لكن يبقى طبعا المجهود ال 90 دقيقه في الملعب ده مهم جدا جدا للعيبه ولازم تركز فيه بشكل ده كبير. ده حاجه لوحده يعني. بس انت بتتكلم عن اوراق رابحه النهارده، لو بنفتكر كده ورجعنا لدوري ابطال افريقيا، واحنا عمرنا ما هننسى للظروف اللي حصرت ال البطوله دي. صحيح. من غيابات واصابات، وكان عندنا ديانج وكنا بنقول ازاي ومش ازاي، ووليد سليمان طبعا. صحيح. بس الحمد لله حققنا البطوله ده التاسعه، والاهلي في التحديات الصعبه بيبان يعني بمن حضر فعلا. صحيح. لمن حضر. صحيح. لكن احنا كمان يمكن اللي بيحصل لنا النهارده ده وتحقيقنا للقب التاسع دافع قوي. أكيد. ان انت تتوج بالعشره ان شاء الله، وخلاص بدانا بعد بقى يعني بدانا نقول العشره يا اهلي، بدانا نقول العشره يا اهلي، والمفروض هو ده اللي هيحصل او بيحصل ان شاء الله. الموضوع يعني بيتاخد بشكل احترافي جدا، سواء من مجلس الاداره زي ما قلنا لكم قبل الفاصل الحريص، او بيدقق على كل كبيره وصغيره تخص بعثتنا في أي مباراة. أنا مش بتكلم على بطولة دوري أبطال أفريقيا بس، في أي مباراة للأهلي هي مباراة مهمة. طبيعي. فبياخدها بقى في دوري، بياخدها في كاس، بياخدها في أفريقيا، أيا كان هي يعني مباريات مهمة جدا في النادي الأهلي. إن شاء الله تكون التوفيق. أنا بتكلم طبعا أكيد. لكن أنت النهاردة بتتكلم على مستوى احترافي بيتم من قبل مجلس الإدارة، من قبل جهاز فني إداري، حتى اللعيبة. طبعا هو ده هو ده النادي الأهلي. اللي دقت طعم اللقب أو أفريقيا. بالظبط بالظبط. إحنا بنتكلم خلاص كان مجموعة كبيرة جدا أول مرة تحصل على البطولة، فدقت طعم الفرحة إن شاء الله. ده يكون دافع ليهم ان شاء الله. هم بيتدربوا النهارده وانا بشوفهم فيديو يعني بيتدربوا بقلب. ما هو كل واحد عايز يبقى موجود. هم كلهم كباتن فريق. يعني ان شاء الله تبقى مباراه ان شاء الله يوم الاربعاء مباراه جيده. بس طيب تعالى نروح لاخبارنا العالميه، يمكن خبر حزين النهارده ويمكن على المستوى الشخصي وعلى مستوى الوسط الرياضي وفي المانيا كمان، هنا في مصر وفي المانيا، وفاه طبعا المدير الفني والخبير الكبير ديتريش فايتسا، ده احد ابرز المدربين الاجانب اللي تولوا طبعا القياده الفنيه للنادي الاهلي موسم 88 89. وانا كنت من واحد من اللي يمكن انا كل المدربين يعني كنت باخد من كل مدرب حاجه يعني، لكن ديتريش فايتسا كان من المدربين اللي ليهم اثر كبير جدا جدا في مشواري القاري وحتى على المستوى الاحترافي. هو طبعا اداني الفرصه كامله بعد تصعيدي من كابتن انور سلامه موسم 88 89 اني شاركت مع كوكبه كبيره جدا من النادي الاهلي في الحصول على بطوله الدوري وبطوله الكاس، البطوله الافرو اسيويه. كمان فايسا كان واحد من المدربين الكبار جدا اللي دخلوا طريقه لعب جديده في مصر، كان طريقه 5-3-2، دي كانت طريقه جديده، اول من ادخل هذه الطريقه لمصر. كل الطرق كانت 4-3-3 4-4-2، لكن ديتريش فايسا واحد من المدربين الكبار جدا جدا الاسماء الكبيره في عالم كره القدم الالمانيه. كمان لعب للعديد من الانديه ابرزها طبعا انتر فرانكفورت وماينز، تولى القياده الفنيه لكازازلاوتن وفرانكفورت وفورتونا دوزلدورف خلال مشواره بالدوري الالماني، وكمان قاد
على المستوى منتخبات ألمانيا، قاد منتخب الألماني، منتخب الشباب تحت 18 سنة، وكمان منتخب الألماني تحت 20 سنة. طبعا وفاته كان خبر حزين جدا جدا لكل المحيطين بالوسط الرياضي في مصر وألمانيا. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن الخبير المدير الفني الكبير ديتر شفايتسر. ودعت كرة القدم الألمانية والمصرية الخبير الألماني ديتر شفايتسر أحد أبرز المدربين الأجانب الذين تولوا القيادة الفنية للنادي الأهلي. ولد شفايتسر في 21 من نوفمبر من العام 1934، ولعب في مركز المهاجم لأندية أبرزها أينتراخت فرانكفورت وماينز، واعتزل في العام 1967 واتجه لعالم التدريب، وتولى القيادة الفنية لكايزر سلاوترن وأينتراخت فرانكفورت، وقاد منتخبي ألمانيا تحت 18 سنة وتحت 20 سنة. وخلال مشواره التدريبي في ألمانيا قاد أينتراخت فرانكفورت للتتويج بكأس ألمانيا مرتين متتاليتين، كما قاد منتخب ألمانيا تحت 20 سنة للتتويج بكأس العالم عام 1981، ولم يخسر سوى مباراة وحيدة في هذه البطولة أمام منتخب مصر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات. ولم يخسر مغامرة التدريب في منطقة الشرق الأوسط سوى من أجل النادي الأهلي موسم 1988-1989، وحقق الثنائية بالتتويج بالدوري وكأس مصر، وتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول لفترة قصيرة في العام 1990، ورفض الاستمرار حتى لا يتقاضى أجراً دون عمل حقيقي. شفايتسر اختتم رحلته التدريبية بقيادة منتخب ليشتنشتاين في الفترة من 1992 حتى 1996، وعاد لحياته في ألمانيا حتى رحل عن عالمنا أمس الأحد 20 من ديسمبر، ونعاه النادي الأهلي وقدم التعازي لأسرته. وداعاً شفايتسر.